احرسوه جيدا. وكان الجنود الذين يحرسون المسيح يضربونه ويهزؤون به. هذا هو الثوب الملكي. تنبأ لنا بما سيحدث. هل ستخلصنا يا صاحب الجلالة؟ هل ستخلصنا؟ هذا الرجل كان مع يسوع. لست أعرفه يا امرأة. رأيتهما معا. سيدي، نحن خدامك المطيعون. ما شعورك يا صاحب الجلالة؟ أنت أيضا واحد منهم. لست منهم. أنا متأكد أن هذا الرجل كان مع يسوع كما أنه من الجليل. انصرف. لست أدري عما تتحدث. عندها التفت يسوع إلى بطرس، فتذكر بطرس كلامه له: لا يصيح الديك اليوم قبل أن تنكر 3 مرات أنك تعرفني.